اليوم الجمعة 4/6/1438، نحن في حي الشرقية في الطائف أمام مكتبة المؤيد. هنجري لقاء مع أحد، مع الأستاذ خالد بن محمد بن إبراهيم المؤيد، يتحدث لنا عن مكتبة المؤيد. يوم الجمعة 4/6/1438 نلتقي بأستاذنا المربي الفاضل الأستاذ خالد المؤيد. سوف يحدثنا عن محورين رئيسيين. المحور الأول مكتبة المؤيد وتاريخ مكتبة المؤيد، يصل إلى 80 عام في الشرقية في الطائف. والمحور الآخر خالد المؤيد. أستاذ خالد، نبدأ في المحور الأول اللي هو مكتبة المؤيد. مكتبة المؤيد مين أسسها؟ الوالي؟ تفضل أستاذ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المكتبة هذه أنشأها الوالد السيد محمد إبراهيم المؤيد في بداية الستينات. بداية الستينات تقريبا، يعني قاربت 80 عام حاليا الآن، وكان مقرها القديم سابقا لعلك في الشرقية. الشرقية نعم. أول الشرقية. نعم. وكان الوالد حريص كل الحرص على بقاء هذه المكتبة. والمكتبة هذه كان يرتادها كثير من العلماء والأدباء والمثقفين. وكانت المكتبة من بعد صلاة العصر حتى قرب العشاء منتدى أدبي ثقافي، ويستمر فيه الحوار ويحضر كثير من الشخصيات اللي أذكر على سبيل المثال. نعم. الشيخ حسن آل الشيخ، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ عمر آل الشيخ، والأديب الأستاذ عبد العزيز الرفاعي، والأديب الأستاذ عمر عبد الجبار، والأديب عبد الله بن خميس، والمؤرخ حمد الجاسر، والأستاذ محمد أنور عسيري، وكثير وكثير من الأدباء والعلماء كانوا يحضروا في هذا المكتب. مثقفي الطائف. نعم. وكان دور حوار من بعد العصر إلى قرب العشاء، في شيء من المتعة وشيء من الظرفة، وكثير من الشباب والأدباء كانوا يحضروا ويسجلوا بعض المعلومات التي تدور في هذا النقاش كان. إلا أنه للأسف الحقيقة الآن يعني لم يعد الوضع كما كانت. لم يعد الوضع كما كانت أبدا. المكتبة كانت مهتمة وكانت رسالتها خدمة طالب العلم. كان الوالد يوفر الكتب من مصر ومن سوريا ولبنان ومن دور نشر كثيرة في داخل المملكة، وما كان حريص على الربح المادي إطلاقا. الوالد كانت المكتبة جزء من حياته، كان يعتبرها ابن من أبنائه، وحتى هو في سكرات الموت في على فراشه. يعني هي صنعته الرئيسية. نعم. هي مهنته الرئيسية. نعم. ما عنده مهنة غيرها. نعم. وكان حريص على بقاء هذه المكتبة، كان الكتاب عزيز إلى نفسه فيها. أستاذ خالد، ولادة عام كم هو الأستاذ؟ الوالد 1332. 1332 هجرية. توفى عام كم؟ وتوفى عام 1399. 1399 هجرية. أبناؤه اللي هم مين؟ له من الأبناء ثلاثة. نعم. أكبرهم الدكتور عبد الله رحمة الله عليه، اللي مكتبته في الرياض، اللي مكاتبه في الرياض. أيه. المؤيد ثم أنا ثم الأخ إبراهيم، هذا عنده متلازمة داون. أيه. وله من البنات 10، كلهم متعلمات ما شاء الله، كلهم متعلمات وجامعيات. الكبيرة منهم الأخت الأديبة شمس المؤيد، وهذه كاتبة في جريدة المدينة، وقبل ذلك كانت تكتب في المنهل. نعم. والحمد لله أنه هذا هو الإرث اللي تركه الوالد. نعم. العلم. نعم. الحمد لله. المكتبة هذه كان تذكرها أنت من يوم نفس المبنى هذا اللي أنا الحين أصوره؟ نعم. نفس المبنى وكان حجر أول غيره؟ لا، كانت في نفس المبنى هذا. طبعا قبلها كانت، بس ما أذكر، كانت في مبنى لبن تقريبا أو شيء. إيه. وبعدين بنى الوالد المبنى هذا الجديد وبقيت فيه، ثم نقلناها إلى المقر هذا اللي هو اللي احنا الآن فيه، مقر. نعم. جديد هذا. إذا
ذلك الوقت مكتبة المؤيد كانت موجودة في الطائف، مين إيش المكاتب اللي كانت موجودة في الطائف غير مكتبة المؤيد؟ كانت مكتبة المؤيد وكان مكتبة المعارف، إيه؟ الشيخ محمد سعيد كمان رحمة الله عليه، نعم. وكانت هاتين المكتبتين هم المعروفة على مستوى المملكة حتى، نعم. مكاتب قديمة وعريقة وكانت تهتم بالكتاب، بالكتاب. وما كان فيها الأدوات المدرسية، هذه ما جاءت إلا أخيرا بالنسبة لمكتبة المؤيد، أي. يعني من باب دعم للكتاب، كان دعم الكتاب. لكن المكتبتين ها كانت لهم كان لهم دور كبير جدا في توفير الكتب للقراء، وكلاهما كانوا يقوموا بطباعة مجموعة من الكتب داخل المملكة وخارج المملكة وبأسعار رمزية تقريبا، يعني ما كان في مغالاة في هذا الشيء. وكان في عارة يعني تعير، والوالد كان رحمة الله عليه حتى ظن الشيخ محمد سعيد كمال كان يعني إذا كان في باحث أو شيء كانوا يعيروه كتاب، يعطوه يساعدوه، نعم. وبل ويوفروا الكتب أحيانا من خارج المملكة ويدلوه شلة كثير حسب بحثه، نعم. حسب، نعم. بعدها في مكاتب أخرى ظهرت، وبعدها جاءت مكاتب كثيرة زي إيش يعني أذكر بعدها لك. جاءت مكتبة حمدان، أي. وجاءت مكتبة المعرفة وجاءت مكتبة مرزا ودار السعودية والسعودية مكتبات كثيرة جاءت بعدين السناري وحقة السيد برضو حقة السيد كانت كان كتب فيه كان السيد هذا السيد. كان السيد هذا يبيع كتب الرجيع كتب المستعملة فين كان كان في بداية وكان في في في, في جهة البريد القديم وبعدين انتقل بجوار البنك الأهلي كله بحارة وبعدين انتقل إلى شارع تحت عمارة النيابة نعم ثم انتقل إلى شارع خالد كانت هذه المحطة الأخيرة أستاذ خالد ممكن تعطينا اسمك كامل؟ خالد إيش؟ خالد محمد إبراهيم المؤيد. ولادة عام كم؟ 1374. 1374 في الطائف. طائف نعم. في الشرقية. الشرقية. وفي الشرقية. الدراسة اللي بدنا نتكلم عن الدراسة. نعم. فين درست الابتدائي؟ هل درست قبل الابتدائي كتاب ولا شيء ولا على طول؟ أنا درست المرحلة الابتدائية في المدرسة العزيزية وكان مديرها أنا ذاك الأستاذ علي العبادي وفقه الله. ثم انتقلت للمرحلة المتوسطة في تتذكر مدرسين معها؟ نعم كثير مدرسين كان الأستاذ أحمد الرفاعي وكان الأستاذ عبد المجيد وكان الأستاذ يحيى أبو شال وكان الأستاذ أبو سمرة وكان مجموعة مدرسين حقيقة من القدماء. فين موقعها كان أستاذ؟ كان موقعها اللي هو الآن في شارع أبو بكر مو فوق الخطوط السعودية لا بجوار الخطوط السعودية بجوار هو اللي فيه الآن أمبريلا مطعم أو حاجة أيوه بالضبط هو اللي هذا عبد الحبيب نعم كمال نعم هو هذا الموقع أيه هو هذا الموقع, هذا الموقع. كان مبنى حجر ولا مسلح؟ كان مبنى مسلح لكن كانت المنطقة بجواره كلها عبارة عن مساحات فاضية فاضية أيه كانت زي الركبان زي كده أيه. نعم. كانت كلها ركبان وكان الناس يتحركوا فيها ما كان في مباني كانت كذا أيه. منطقة جميلة كانت جدا أيه. وكان مقابل له بيت عرب بيت عرب بيت القديم أيه كبير هذا انتقلت للمتوسطة فين درست المتوسطة؟ درست المرحلة المتوسطة في مدرسة المثنى بن حارثة وكان مديرها اللي موقعها الآن لا زال زي ما هو نعم. آخر شارع شرقي آخر شرقي أيه. كان مديرها الأستاذ حسين البوقمي حسين البوقمي وفقه الله وكانوا مدرسين لنا الأستاذ أحمد الشافي أحمد الشافي الشافي الأستاذ صبح الحارثي والأستاذ علي الشارخ و صبح الحارثي اللي هذا صار أيوة الحارثي وأستاذ الخطيب توفي رحمة الله عليه والأستاذ اللهم صل وسلم عليه والله الأستاذ موسى الأستاذ موسى وتوفي رحمة الله عليه وكثير والله من الأستاذ عوض طويرقي رحمة الله عليه والله مجموعة كانوا كثير جدا ما تحضرني أسماء أيه. كثيرة انتقلت للثانوية ثم انتقلت مرحلة الثانوية درست الصف الأول الثانوي في ثانوية الثقيف كان اسمها ثقيف ولا الأولى؟ كان الثقيف خلاص قد تمت ثقيف نعم أيه. وبعد ذلك فتحت الثانوية مين مديرها يوم أول مدرسة كان الأستاذ صالح البليهيد رحمة الله عليه ثم افتتحت مدرسة الطائفة الثانوية في نجمة في نجمة في نجمة أيه. كانت وكانت أقرب لي من هنا قريب انتقلت هناك وكان مديرها عبد الرحمن الحنبلي 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 كان مديرها مدرسة عبد الرحمن الحنبلي مين وكالة من مدرسين تذكره من زملاء كده كان مديرها كان الوكيل كان الحسن في لبنان
إيه. وكان في مدرسين مجموعة كان أكثرهم متعاقدين، أكثرهم خاصة المواد العلمية. إيش متعاقدين من أي؟ متعاقدين كانوا من أكثرهم من مصر ومن الأردن ومن السودان تقريبا، هذا كانوا كذا. والطلبة كان درسوا معكم جزائري ذاك الوقت؟ في طلبة جزائري قلة. بعدين لا قلة. من جيلك أستاذ اللي درسوا معك سواء في دائما متوسط، مين تذكر كده من أسماء؟ والله ما حين أنا عارف حتنسى كثير بس عاد والله مجموعة كبيرة نتذكره. ناصر السمحان، مهندس ناصر السمحان، من زملاء عبد الله عيد، من زملاي إبراهيم يونس، من زملاي أستاذ مهندس عبد الرحمن عفان الحارثي، من زملائنا عبد الله بن حريب، من زملائنا والله مجموعة كبيرة كثير. نعم نعم. ايش الفرق؟ انت بعدين انتقلت يا استاذ فين؟ اخذت الثانوية بعدين تخرجت من الثانوية عام كم؟ عام 94 هجري. 94 هجري والتحقت بجامعة البترول، كلية البترول كانت هذاك الشباب الشرقي الظهران. اي درست سنة فيها لكني تعبت صحيا لأنه كان يجينا جارك الله رعاف شديد وما استطعت اني انا اعيش في المنطقه فرجعت وسجلت في كليه الهندسه في الرياض. كليه الهندسه في جامعه الرياض. اي وكان لهذه قصه اعطينا هي. لما سجلت وانتهيت وخلاص قبلت وانتهيت وكنت جالس يوم من الايام رجعت الطائف كنت جالس في المكتبه في رمضان الساعه 2 في الليل او 3 فجاء ساعي البريد وجاء برقيه وقال هذه البرقيه لكم. وقعت باستلامها ودخلت فقدت الوالد كان الوالد معي قلت يا والد يعني هذه برقية وصلت فقال لي اقرأها فقرأتها وهي تنعي أخوه أخوه عمي رحمة الله فجلس يبكي تأثر كثير على وفاة والده كثير وخرجت أنا حتى جاء وقت السحور ونحن نسحر قال لي يمكن أنت إذا رحت الرياض تجيك برقية ويقولوا لك والدك توفى فتألمت والله كثير قلت له يعني أنت إيش تبغى قال أبغاك تكون جنبي هنا في مكة. في مكة. فتأبشر. وعلى اليوم الثاني ذهبت إلى الرياض وسحبت ملفي وجيت سجلت في مكة. وما كنت كان يوم من الأيام يخطر على بالي إني أنا أكون معلم إطلاقاً. هذا عام 94 تقريباً 95. وسجلت في مكة جامعة. جامعة سجلت في جامعة الملك عبد العزيز كلية التربية. فهي ما كان في يوم القرى لسه. لا. كلية التربية هذه كانت تابعة لجامعة الملك عبد العزيز. وتخرجت منها وكنت أول إعادة. تخرجت ايش قسم ايش؟ قسم احياء كيمياء. احياء كيمياء. كنت انوي الاعاده وكنت الاول على دفعتي. ما شاء الله. وسجلت وبعد ما تخرجت كان بدايه مرض والدي رحمه الله عليه. فاضطريت اني اكون معه انتقلنا الى الرياض الى جده الى كذا حتى يعني اصبح في حاله يعني فقررت اني انا اتوظف. نعم. ما استطيع اني اوصل. وكان اراده الله عز وجل اني انا اسلك مسلك التدريس. التعليم. درست فين؟ أول بداياتك تخرجت وتعينت في ثقيف. ثانوية ثقيف. ثقيف تعينت. نعم. في ثقيف وهي المدرسة الوحيدة اللي أنا درست فيها. بقيت فيها 4 سنوات ثم رشحت للإشراف وما كان لي رغبة لكن أصروا علي. أنت من عام كم لكم في ثقيف؟ جلس في ثقيف إلى عام من 99 إلى 1400 وبداية 5 1405 إيه لحقتك من يوم درسنا لين خرجنا درست لين. وبعد كذا انتقلت للإشراف التربوي. نعم. وعملت كمشرف تربوي مدة 9 سنوات ثم رشحت لرئاسة إشراف التربوي. وعملت كذلك 9 سنوات في الإشراف وبعد ذلك تكون المحطة الأخيرة لي في كلية المعلمين. طلبت النقل هناك في المعلمين وبقيت معهم 4 سنوات ثم طلبت التقاعد المبكر. عام كم؟ عام 25 1425 وخدمت في التعليم 26 عام والحمد لله.